حضرتك ابنك 11 مرة نقفشه في أسبوع بيقتحم حمام البنات. لا 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 مش معقول. لا يبقى الولد تعبان قوي كده يا فندم. يا فندم؟ أيوة أصل 11 مرة في أسبوع ده معناه حاجة من الاتنين، يا إسهال يا تعنية. حضرتك فاهمة، أنت خبرة أكتر مني. بقول لحضرتك ابن حضرتك الولد اقتحم حمام البنات. عشان ولد في حمام البنات. يا فندم هدول يعني دول احباب الله، ما هو الولد مزنوق تلاقيه ولا حاجه ماشي حمام الولاد بعيد ولا بتاع، دخل حمام البنات علشان خاطر يتصرف بالغلط. بتحصل لنا كلنا يا فندم، مش ممكن انت معرضه للموقف ده؟ مش انت ممكن تخش حمام البنات بالغلط ولا ايه؟ ده طفل بجد. ايوه بجد. اه ايه المشكله، انا مش بهزر بجد. ايه بجد؟ بجد ده اسم ابن حضرتك. ابن حضرتك مش طفل يا استاذ شفيق، وعارف كويس هو بيعمل ايه ومتعمد، ده غير ان هو متنمر. بجد ومتنمر؟ اسمه بجد ده اللي اسمه بجد ده المفروض يقدم منازل ويقعد في البيت ما يظهرش خالص، يختفي من حياه الناس، ده هيتسف عليه سف السنين. لا وابن حضرتك التاني كمان بيقلب الولاد. خديجه بنتي اخذ منها الشاربنر بتاعتها وكمان من البنسل كيس. انا حاسس هنا ان في شبهه جنائيه، لان في حاجه بتتاخد من حاجه، دي الكلمه الوحيده اللي انا فهمتها. فلو في اواضي وكده انا مش حمل اي مفاجآت ارجوكم. مالها بقى؟ ايه اللي اتاخد من خديجه؟ معلش خديجه. خديجه بنتي اوكي ضاع منها الشاربنر. طب وانتي يا ماما خديجه ليه خديجه تيجي المدرسه لابسه ذهب؟ ذهب ايه؟ بقول لحضرتك خديجه ضاع منها الشاربنر من البنسل كيس. اللي هي ايه يا فندم الشاربنر؟ ضاع منها الشاربنر؟ ضاع منها؟ انا مش فاهم ايه اللي ضاع منها. ضاع دي حاجه معنويه يعني، زي ضاع منها الامل، ضاع منها الشغف، ضاع منها الطريق. ايه الشاربنر؟ بتقول لك الشاربنر دي من السبلايز. ما شاء الله هي من السبلايز. طب يعني يعني من الاوائل. طب انت زعلانه ليه دي خديجه؟ اوائل ايه يا استاذ شفيق؟ الله بقى. إيه بقى يا استاذ شفيق؟ السبلايز السبلايز يعني الاقلام، المساطر، الاساتيك، البرايات، الوان الرصاص، الوان الفلوماستر، الاكريليك كده يعني. يا استاذ السبلايز دي طلبات المدرسه. اولا دي مش طلبات مدرسه، دي طلبات عروسه رايحه تتجوز او طلبات انتاج فوازير رمضان. ثانيا خلاص. سهله جدا، انا اروح لعمو بتاع الشارنرز واجيب لك اللي انت عايزاه. خلاص من فضلك جيب لها برايه زيها بالظبط. برايه؟ كل اللبش ده كان عشان برايه؟